لو هم جه ناحيتك سطر 200 سطر دنيتنا دنيا ان شاء الله ولا بكره تتقضى وعن الشيطان ابتعد ومسمي وتوضى اشكي لرب الناس هو اللي بيجي اقرا سامع اكيد شكوتك بالظلم بيرضى والحد يرضى فيك بالصبر اتصدى واسكت ما تتكلمش اصل السكوت من ذهب اما الكلام فضة عم العقلية احمد السندي صحي على الغفلة الآن أنا قاعد حاطط ست كتب ست جاز كده حاططهم جنب السرير وعمال أبص عليهم استغرب هو وكمل مسلمين فقلت له أنا مش عايز حد يبقى يمسك ورقة ولا بس مشغول معلش وتمسكوا دواوين وتمسكوا مناصب وتكملوا الموضوع الدور ده كان بتعمله الأستاذ رضوان الأولي معايا وتمسك ورقة لا كده ينفع وكده ما ينفعش وتمسك شوية لحد ما جت في يوم من الايام قالت لي تعالى هات الورق بتاعك وكان ايهاب ابني اللي هو دلوقتي بقى مدرس كان عنده 6 سنين وعدى في كافيتيريا في وسط البلد وقالت لي بقى ده كذا وده كذا وده كذا دلوقتي بدفع دلوقتي وكان فعلا راجعت لي الكتاب وكمل اللي عليه رحمه الله عليه الاستاذ خميس عطيه المراجعه وكان نتيجه طبعا قضيت على قد اساتذه ان انا الجوال ده لما قدمته في مسابقه خدت بيه تاني على مصر كان اول جوال ليا في الطفوله فكلنا بنكمل بعض واهديك يا مربع شرفتك يا حره دتاجي وغيره اصلا ماليشي لو حتى زادوا وسادي هنفش على كلامك وهاتي صوابع كانون وتجوب في الكف ما بين الفط والتاني خدها ببالك اشوف الويل واتحمل وما تدبش ولا تجمل ما بين طولك وبين عرضك بنعلى فوق وطول سماوات نشوف فيها امل بكره ويصبح دحينا ذكرى واشوف النور في كل الكون يناديني والاقي الشمس اللي تصبح على جبيني وتبعت لي يمين ونفاصل كمد وجزه ونفصالك يعود من تاني يتشهدك ظهور الحب يرويها تفكر كل ايامك وتبكي منارة للتالي وشوف في زهرة في البستان واعشى كل ما فيك يا بكرة الكريم ومن ثمرك شراب تطير من السكر سنابل امكن العطر خلي يعز بيه النهار كتعويذة تطمني تراب ايدك بترمي تراب ايدك تراب ايدك يحنيني وموج ايدك بيطردني ما هو انت الفكر والفكرة وياك انا بكرة يدوب قلبي فاعتابك وصلت الفرد في الحاجة يا نوري يجيبي للجنة يا نوري يجيبي شكرا استاذي ومعلمي الاستاذ احمد السندباد